يعني صعبة جدا. خليني أقول لحضرتك، قلت الدول القابلة للهجرة زي كندا، زي أستراليا، زي أمريكا، زي نيوزيلندا. بالضبط. قبل ما أسأل عن الهجرة لكندا مثلا، تهم كتير عدد كتير من الشباب المصري، إيه هي في دول خطر غير كوريا؟ يعني هل في دول مثلا زي الدول العربية، هل في دول السفر ليها خطر؟ هي كوريا مش دولة خطر خالص. لا بتكلم على الدول العربية بقى، هل في دول؟ الدول العربية انت عندك بعد اللي حصل في الكويت، كل اللي قاعدين في الكويت قلقانين، لانه هو حتى سواء كان موظف قديم او موظف جديد هو قلقان مثلا. فانت عندك كل واكتر الناس حاسين بريسك اللي هم الاخوان. انت في عندك بعد ما حصل موضوع رابعة، في ناس خرجت وعملت لجوء لدول وقدرت تخرج، اللي معها فيزا امريكا واللي معها فيزا كندا واللي عرفت تسافر باي طريقه ولو انترناشونال ستودنت، وبعدين قدمت على لجوء في الدول ديت. لان انت ما مالكش سكه مع المفوضيه، انت مالكش سكه مع المفوضيه، فانت مش زي السوريين يعني، هو محددين دول معينه دي بتروح للامم المتحده وتقدم كلاجئ. فانت ما عندكش ده، مصر مش محطوطه في الدول ديت، فانت لازم بتقدم على لجوء ان انت بتدخل جوه الدوله، ما بتعرفش تقدم بره الدوله، ما تقدرش تروح لسفاره الدوله دي وتقول لها انا عايزه اقدم لجوء، غير مسموح ليك انك تعمل كده. طب مثلا على الدول العربيه، كان في حد طلع قال يا جماعه السفر الى الدول العربيه كله بقى خطر؟ طبعا احنا لينا اصدقاء، احنا بنتابع كل اصحابنا اللي في الخليج. فانت دلوقتي عندك الكويت بقى هم ما بيناموش، الناس اللي في الكويت حتى لو مش اخوان، احنا كل تعاملنا مع الاخوان، فانا ما اعرفش الاخرين. لا سافر نزع الاخوان، افرض انا واحد مصري عادي وشغال في الكويت وعندي السوشيال ميديا، عندي حسابات على الفيسبوك بكتب بتاع ده، قابل للترحيل ممكن؟ ممكن لو هو يبدو ان هو معارض. انت شفت حضرتك الفيديو بتاع الوزيره لما جت كندا كانت بتتكلم على اي معارض ما بتحددش الاخوان او ما تحددش. وبعدين حضرتك مش اخوان وهي هددتك دايركت. اي فهي الموضوع مش اخوان تحديدا. ده اللي عايزينه الناس، ان الفكره مش اخوان، الفكره ان انا عايش في دوله. بس طبعا طبيعي انه اكتر الناس يخافوا الاخوان. الاخوان، لكن انا بتكلم انا مصري عادي بشتغل في دوله عربيه بكتب على الفيسبوك ممكن؟ بالظبط. لو انت شخص عادي مالكش دعوه باي حاجه اكيد مش هيبقى عليك اي خطر. ممكن بقى حضرتك يبقى في نقطة تاني، واحد مثلا يتبلاك ويروح زي ما بيحصل في مصر ويقول دوت إخوان ده كذا كذا، زي ما حصل في يعني أنا في واحدة أمريكية نزلت مصر اتقبض عليها، ففي ناس بيقولوا في حد اتبلى عليها وقال إن هي كذا، وفي ناس بيقولوا إن هي بتكتب حاجات على الفيس ولا ليها علاقة بالإخوان، هي بتكتب على الفيس ملهاش علاقة بأي حاجة، وممكن تكون مش سبب بتكتب على الفيس، ممكن يكون حد شكوى يعني. فأنت ده ممكن يحصل في الكويت، ممكن يحصل في السعودية، ممكن يحصل في الإمارات. إيه الدول العربية التانية غير الخليج؟ يعني هل تونس مثلا خطر؟ هل المغرب خطر؟ لا ما اعتقدش، اي دوله في افريقيا ما اعتقدش. اي دوله في افريقيا مش خطر؟ لا مش خطر. يعني الواحد ممكن يسافر مثلا، اي حد شخص ممكن يسافر تونس، الجزائر، المغرب، يبقى امن، موريتانيا يبقى بالزبط. امن جدا. بالظبط. ما عدا الصومال والسودان. ما عدا الصومال والسودان. لكن الخليج مش امن. الخليج انت هتحط اول واحده الامارات، وبعدين دلوقتي اصبحت السعوديه والكويت في مرتبه واحده بعد الامارات، وممكن يبقوا الثلاثه في مرتبه واحده. مرتبه واحده ايه بتاعت ايه؟ في الريسك، في الخطر. خطر على خطر. شخص انه ممكن يتسلم عادي جدا. طبعا ممكن يتسلم من غير اي حاجه، لانه انت ما انت في الميدل ايست اللي هو ما فيش رولز، ممكن اي حكومه تعمل اي حاجه، غير كندا غير امريكا، ان انت استحاله تسلم اي حد ما يقدرش يعمل كده.